بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يجب على العراقيين أن يرتبوا بيتهم قبل أن ينهض غيرهم، ويفعل ذلك لا من أجل العراقيين بل من أجلهم، أي من أجل الغير. ما تشاهدونه إخواني وأخواتي الآن في الساحة العراقية يؤكد بما لا يقبل الشك أن فتنة الخضراء التي أجهضت بفضل الله سبحانه وتعالى وبيقظتكم وحنكة المرجعية الرشيدة والمتمثلة بالعديد من المراجع، ومنهم طبعا السيد كاظم الحائري، هذه الفتنة يمكن أن تتكرر، وهنالك الكثير ممن فشلوا في أن تؤدي فتنة الخضراء إلى اقتتال شيعي، وكذلك فشلوا في جر العراق إلى اقتتال سني شيعي، الفتنة الطائفية المعروفة. هؤلاء لا يزالون يعملون، هم لم ييأسوا من أن يحطموا العراق، يريدون تهديم العراق وتحطيم العراق بأي شكل من الأشكال. وطبعا الكثير منهم أيضا يستخدم هذه اللغة خارج إطار القانون، خارج سقف القانون، لتحقيق ابتزاز سياسي، لتحقيق مكاسب سياسية، لتعزيز لغة الهيمنة وفرض الإرادة فيما يتعلق بالعملية السياسية، حتى لو كان هؤلاء قد تظاهروا بأنهم يريدون الإصلاح. هم لا يهمهم شيء عندما يتعلق الأمر بانهيار المجتمع، لكنهم يعرفون جيدا أن ذلك لن يفيدهم بشيء أبدا. فمثلا هذا الاستعداد للمظاهرات، الذين يتحدثون عن مظاهرات تشرين القادمة، يتحدثون عن إحياء ذكرى تشرين وما شهدته تشرين من أعمال عنف، قتل، حرق. هؤلاء أيضا وهم منقسمون كما لاحظتم، هؤلاء أيضا يعملون على تأزيم الوضع، والنتيجة الظاهرة على الأقل هي إطالة أمد الأزمة السياسية الراهنة التي تسمى بالانسداد السياسي، وبالتالي إطالة بقاء حكومة تصريف الأعمال التي تتحمل الكثير من المسؤولية فيما يتعلق بما حصل بشكل خاص في فتنة الخضراء من إراقة دماء. ولا يخفى عليكم أيضا، وهذا حديث يتكرر باستمرار في وسائل التواصل الاجتماعي وفي القنوات الفضائية حتى من قبل أولئك الذين نصبوا أنفسهم قادة لتشرين، أو هكذا يسمون أنفسهم، هم أيضا كما قلت لكم مختلفون، وكما تعرفون وكما تلاحظون في وسائل الإعلام هم هنالك مستشارين لرئيس حكومة تصريف الأعمال يشاركون بالفعل في مؤتمرات، في اجتماعات عقدت في مدن معينة منها الناصرية على سبيل المثال لمظاهرات تشرين، طيب، أو مظاهرات أخرى لإحياء ذكرى تشرين. بالنتيجة أي مظاهرات في العراق في الوقت الحاضر والحكومة الجديدة كاملة لم تتشكل، يعني بشكل يعني واضح هذا الأمر أنها تريد إطالة أمد الأزمة، تريد إطالة أمد أو عمر حكومة تصريف الأعمال. ربما يحصل هنالك شيء من هنا من هناك للإبقاء على السيد مصطفى الكاظمي، وقد تكون حكومة تصريف الأعمال هي التي تقوم بتسويق هذه النظرية طبعا، ومن خلفهم الداعمون لهذه الحكومة ومن يريد بقائها أو يريد بقاء السيد مصطفى الكاظمي بذرائع مختلفة، منها مثلا إجراء انتخابات مبكرة جديدة على غرار الانتخابات المبكرة التي حصلت في تشرين أكتوبر من العام الماضي، والتي أفضت كما تعلمون إلى هذا الاستقطاب الموجود في البلاد، هذه الإثنينية الموجودة، الأكراد قطبين رئيسيين، السنة قطبين رئيسيين، الشيعة قطبين رئيسيين أو قطبان رئيسيان،
وطبعا هذا الانقسام الطولي والانقسام العرضي الذي تسببت به تلك الانتخابات التي لا يشك أحد أبدا بأنها شابها الكثير من التزوير ومن التلاعب. فيبدو واضحا أن مستشاري السيد مصطفى الكاظمي وقيادات معروفة أخرى في هذه الحركات السياسية التي تلاحظونها في هذه الجهة أو تلك هم يقودون بقوة مثل هذه الاجتماعات للتحضير إلى مظاهرات ربما تجر إلى الفوضى أو لتكرار الفوضى التي حصلت في العام 2019 وما رافقها من أعمال. وبعدين ليش هذا التوقيت؟ يعني هذا التوقيت الزمني اللافت مع بدء السنة الدراسية وبدء العام الدراسي الجديد، وأنتم تلاحظون أحبائي يعني الشعار الذي رفع أتعس وأقسى وأكثر إساءة، أكثر شعار يسيء للشعب العراقي صاحب الحضارة صاحب الحرف الأول، أول من كتب الحرف هذا العراقي، هو شعار ماكو دوام. طيب احنا نجي نحيي هذه الذكرى الأليمة في يوم افتتاح السنة الدراسية ونهدد بجر البلاد إلى فوضى، وهذه الفوضى لا يستفيد منها بالتأكيد تلامذتنا وأبناؤنا اللي هم أبناؤكم وأبناء أولئك الذين أيضا يريدون أن يساهموا في هذه المظاهرات. نعم هنالك أصداء من الماضي، أصداء من هذا الماضي القريب في تشرين 2019 وباعتراف نشطاء بارزين في مظاهرات تشرين قتل الذين قتلوا بغض النظر عن أعدادهم على يد أولئك الذين شاركوا في تلك المظاهرات، وأنتم تعرفونها جيدا وهم يقولونها باستمرار ويذكرونها باستمرار. والسيد مصطفى الكاظمي أشار في مقابلة لافتة وخطيرة إلى مثل هؤلاء عندما قابل صحيفة The National باللغة الإنجليزية، هذه تصدر باللغة الإنجليزية مقرها دبي وممولة من دولة الإمارات العربية المتحدة، قامت رئيسة التحرير في نيويورك بلقاء السيد مصطفى الكاظمي وقال بأنه نحن قمنا باعتقال من قام بقتل متظاهرين ونشطاء لكنه لم يعرفهم، ولدينا معلومات عن أولئك الذين قتلوا أيضا نشطاء في كربلاء وفي مدن أخرى وتم اعتقالهم، والآن توجد محاولات لتسويف القضية وإلقائها على أو إلقاء التهم على آخرين. هذا الماضي القريب استحضاره يثير المخاوف من أن العراق قد يشهد تأزما جديدا، بالرغم من أن المجتمع الدولي الدول المعنية في القضية العراقية وجهوا رسائل واضحة في الوقت الحاضر على الأقل إلى أنهم لا يريدون أن يشهد العراق في الوقت الحاضر لأن اضطرابات كبيرة تؤدي ربما إلى أن لا يستطيع العراق أن يفي بدوره في ضخ النفط إلى سوق الطاقة العالمي. فإذا تأتي المواجهة الجديدة المقبلة التي يراد الترويج لها في ظل أو على وقع تشكيل محاولات تشكيل الحكومة الجديدة، فإذا الوضع يجب أن يكون على المحك وأن يفهم الآخرون ويفهم العراق يفهم العراقيون جميعا أن الوضع عاجل لا يحتمل التأخير، يجب عليهم أن يرتبوا بيتهم بأنفسهم قبل أن يتدخل الآخرون، والآخرون جالسون في مجلس الأمن الدولي وقاعدة السيدة بلاسكارت تتربص الدوائر ويهددون علنا ويلوحون بأنه إذا لم يقوم العراقيون بترتيب أنفسهم بأنفسهم فسيعرض الأمر على مجلس الأمن الدولي مرة أخرى وربما يتم تفعيل المادة السادسة بوضع العراق على تحت الوصاية الدولية وتأزيم بالأحرى هذه الأزمة العراقية ونقلها إلى تدويلها في الأحرى
هذا يضر العراق ويضر المنطقة ويضر كل أولئك الذين يزعمون أنهم يريدون أن يخرجوا العراق من التبعية للشرق أو للغرب. ابقوا معنا. سقط الحجاب سيسقط النظام، هذا ملخص لما ذكرته صحيفة نيويوركر الأمريكية قبل أيام قليلة، بينما هنالك مظاهرات جرت في إيران تم الترتيب لها مسبقا وتم إعدادها مسبقا، واستغلوا قضية وفاة الفتاة الكردية مهسا أميني لإثارة اضطرابات في إيران، هم رفعوا شعار إسقاط النظام. هذا الكلام كما قلت لكم نشرته صحيفة نيويوركر في مقابلة طبعا أجرتها مع إحدى الناشطات التي قدمن أنفسهن من الولايات المتحدة الأمريكية، هي قدمت نفسها بأنها قائدة الاحتجاجات التي جرت في إيران، بالنص قالت أنا القائدة لتلك الاحتجاجات، ورأى بيومين ورما فشلت هاي الاحتجاجات طلعت على إحدى القنوات وبكت لأنها فشلت في تحقيق أهدافها. أنا أعرفها شخصيا هذه البنت. أقول إنما توصلت له معاهد التفكير في الولايات المتحدة الأمريكية، وكما لخص ذلك أحد أولئك الذين يعملون في مثلا معهد باسم معهد كارينجي، مؤسسة كارينجي للسلام الدولي، مؤسسة أمريكية طبعا تشرف عليها منظمات صهيونية ولوبي صهيوني معروف. هؤلاء لخصوا يعني خلصوا إلى ما يلي، يقولون لا تزال يعني في أشياء كثيرة تم مكافحتها أو محاربتها في الجمهورية الإسلامية. أنا أتحدث عن الجمهورية الإسلامية لأن هذا مثال حيوي عملي حي على ما يجري أيضا عندنا في العراق مع بعض الفوارق، فحتى نتعلم من هذه التجربة مما يجري في إيران ونستفيد في بلادنا. تقريبا نفس الشيء، أقول فوارق بسيطة. يقول لا تزال هناك ثلاث ركائز أيديولوجية للجمهورية الإسلامية. الركيزة الأولى لازم نقضي عليهم، الشعار الموت لأمريكا، سجلها. الركيزة الثانية شعار الموت لإسرائيل، أيضا سجلها. الركيزة الثالثة الحجاب، الحجاب بمعنى لبس الغطاء الملابس. طبعا ينطوي الحجاب على مفاهيم قيمية كثيرة كما تعلمون. من هنا يقول هذا المعهد أو هذه المؤسسة، فهم أولئك الذين رفعوا شعار أول مرة تدرجوا بشعار لا للحجاب الإجباري ووصلوا إلى شعار نزعني. لا تضحك، لا هذا شعارهم بالفارسية نزعني، وهنا في دول أوروبية اللي هناك ما قدروا، محاولة هناك نزعوا الغطاء وكشفوا بعد بعض يعني بعض الأجزاء من أجسامهم، بس في أوروبا لا، خلعوا ربي كما خلقتني، هذا شعار نزعني طبقوه هنا في أوروبا، وتعرضوا بالمناسبة هنا يعني نفس هذه المنظمات والجماعات التي تدعو إلى إسقاط الجمهورية الإسلامية، تعرضوا أيضا للسلم، أنه تظاهراتهم دائما هي أوتوماتيكلي تجر إلى أن تعرض السلم الأهلي والمجتمعي في البلدان التي يعيشون فيها إلى الخطر، فكيف بإيران؟ وطبعا تعرضوا شنو؟ إلى قمع من الشرطة في فرنسا في بريطانيا بشكل خاص بقوة، حتى إن إحدى الناشطات المعارضات اللي صاروا ناشطات تقول مقيمة في فرنسا، تقول إني تعرضت للضرب في فرنسا أكثر مما تعرضت له في إيران. طبعا هي تزعم أنها تعرضت سابقا للضرب في إيران وهاجرت ولجأت وطلبت لجوء وصارت لاجئة في فرنسا،
والان تظاهرت بطريقه تريد عبالهم كل مدعب الجوز. الفرنسي البريطاني عنده امن الوطني فوق كل شيء، فوق كل شيء. ودعوني انا طبعا قبل ان اتطرق بشكل مفصل لموضوع الحجاب، دعوني اقول او انقل لكم رأي الشرطة البريطانية الرسمية في بيان رسمي. قالت تحدثت عن ايضا تظاهرات لبعض المعارضين وحصول اضطرابات بينهم المعارضين او المعترضين، لانهم من مشارب وافكار مختلفه ويؤمنون بالعنف، هذول اللي يريدون يحكمون، هذول اللي يريدون يصيرون بديل في ايران. الشرطه البريطانيه شو تقول؟ تقول نحن نحترم حق الناس في الاحتجاج السلمي ونعمل دائما مع المنظمين لجعل ذلك ممكنا. المنظمين شنو؟ يعني لازم تاخذ اجازه ترخيص قبل ان تطلع مظاهرات، احطها ببالك دائما. ايها التشريني، ايها المتظاهر في العراق، يا حكومه السيد مصطفى الكاظمي، ماكو ياهو اللي يجي ويطلع مظاهرات، لازم ياخذ اذن. هنا أنا مربط الفرس. لكننا لن حط تحتها الف خط، لن نتسامح مع الهجمات غير المبررة على ضباطنا، كما رأينا اليوم، يعني يوم الأحد الماضي، أو الاحتجاج الذي يترك المجتمعات الأخرى ذوي الثقافات الأخرى يعني غير الإيرانيين الموجودين في بريطانيا تشعر بعدم الأمان. زين، عندما تقوم الشرطة الإيرانية باعتقال أو الشرطة العراقية باعتقال هؤلاء الذين يعرضون الآخرين أو أمن الآخرين للخطر، وتقوم الدنيا ولا تقعد. بعد أكمل لك عن الاعتقالات، الشرطة البريطانية تعتقل كل من يعرض أمنها للخطر. لدينا ضباط في المستشفى، وبإيرانهم أيضا شرطة مساكين بعضهم أصلا ذبحوهم بهاي المشارط والأنواع الأسلحة الخفيفة، وحتى الرصاص تم استخدامه. على صعيد ذكر الرصاص، أحد الأفراد التعبئة المساكين في المساجد في المحلات يحافظون على أمن المجتمع، شاب قتل برصاص المشاغبين أو المتظاهرين خلينا نسميهم. تطلعت الصحافة الغربية، حتى الصحافة الغربية وطبعا الإعلام العربي وراها ليهوس، يقولون قتل ناشط إيراني برصاص الشرطة، يعكسوا لك العملية. طيب، تقول لدينا ضباط في المستشفى الليلة لأنهم تعرضوا للهجوم فيما كان اندلاعا كبيرا للاضطراب العنيف. هذول اللي يريدون يحكمون إيران. سوف نتأكد من حصولهم على الدعم الذي يحتاجونه. لقد قمنا بالفعل بعدد من الاعتقالات، لكننا نعلم أن هناك أشخاصا لم يقبض عليهم الليلة ارتكبوا جرائم خطيرة. تكمل، في الأيام المقبلة سنستخدم جميع الأدوات المتاحة لنا بما في ذلك الدوائر التلفزيونية المغلقة ولقطات أخرى لتحديد هؤلاء الأشخاص وتقديمهم إلى العدالة. طبعا ملاحظة، نستخدم جميع الأدوات المتاحة لأنهم بعدهم هنا يبثون عيونهم في كل محفل، إيرانيين وغير الإيرانيين، أكو عملاء يعملون للشرطة البريطانية من العرب، من المسلمين، من الإيرانيين، من غيرهم، من كل بعد بلد متعدد الهويات، فيحافظ على أمنه. هذا لو تسويه أنت بالعراق، لو يسووه في إيران، مو تقب الدنيا ونواشيط الإرهابي يصير ناشط. تدرون كم إرهابي تم قتله على يد أولئك الإرهابيين في مظاهرات تشرين؟ لو ما تدرون، وسمي بناشط فلان عبوة، ما أجيب أسماء، هذا كان يضع العبوات لقتل الذين يعترضون على سياسة هذه الجهة فيما في داخل العراق، بحكي مو بحكي عن مكان آخر. وهذا قتل في المظاهرات، وطلعت لك محفاية السيدة بلاسكارت، هذولي ناشطين. لكن بلاسخارت من قتلت زينب عصام ما راحت محفاية تزور بيتها، ها
هاي الصبية المحجبة التي تعمل وتساعد أهلها في معيشتهم وتدرس وحافظت على حجابها، هاي مو ناشطة يهيئوها لمظاهرات. على ذكر هذه المظاهرات أقول موضوع الحجاب قبل أن أختم أحبائي، هم ركزوا على موضوع الحجاب ويقولون بأنهم هذا الموضوع هو موضوع يعني في إطار الحرب الناعمة بإمكاننا أن نحقق الكثير، ما قدرنا نخلي أمريكا تتخلى عن شعارها فيما يتعلق بالموت لأمريكا لأن إيران لديها شروط في موضوع العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، أهمها أن تتخلى أمريكا عن شيطنتها وعن هويتها الاستكبارية وصفتها السبوعية الذئبية، وأيضا ما قدروا يجرون إيران إلى موضوع التطبيع مع الكيان الصهيوني، إيران على رأس دول المحور محور المقاومة، فدخلوا في الحرب الناعمة والحجاب يعتقدون أنه هو الخط الأمامي. تعرفون شو يقولون عنه في هذه في نيويورك، نقلا عن نيويورك، يقولون الحجاب هو كخط برلين، حائط برلين، جدار برلين، إذا سقط سقط النظام. تقالة الحلبوسي: الصمت لغة الله والباقي ترجمات رديئة. أحبائي، لست معنيا كثيرا بتحليل ما يتعلق الأمر باستقالة السيد محمد الحلبوسي من رئاسة مجلس النواب، وبغض النظر عن أهداف هذه الاستقالة، بغض النظر وبغض النظر أن أنه هذه الاستقالة قبلت أم لا تقبل، هل هي مناورة أم لم تكن مناورة، على أي حال أنا أتحدث هنا عن فكرة التجاهل. الصمت لغة الله والباقي ترجمات رديئة، هذه أيضا هي ترجمة لمقولة للعارف الكبير جلال الدين الرومي باللغة الفارسية، من أحد أشعاره يعني أحدى قصائده يتحدث عن الصمت لغة الله. الصمت وتعرفون احنا حتى عندنا في الشريعة وفي الكثير من الأحاديث النبوية وقبل ذلك القرآن الكريم هنالك حث دائم على أهمية أن الإنسان لا ينطق إلا إذا كان هذا النطق فيه فائدة، وهنالك تحذير من أن هذا اللسان فيه مصائب كثيرة، مصائب كثيرة. وحديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى معاذ بن جبل معروف، راجعوا شوفوا، قال: أونؤاخذ على ألسنتنا؟ قال: ويحك، أولا يكبكب الناس على مناخرهم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم؟ قال: عليك بهذا أول مرة. هذا يعني هذه رسالة هي في الأحرى إلى أخواننا وأخواتنا الذين يخرجون في القنوات الفضائية بشكل عام، وأخص بالذات أولئك الذين يدافعون عن الأخلاق، عن النهج، يدافعون عن العراق، يخشون على العراق من الانقسام، من مؤامرات التفتيت، من مؤامرات التشتيت والضياع ومحاولات جر العراق إلى فوضى، إلى حرب أهلية، يدافعون عن العراق، لا يريدون للعراقي أن يقتل أخاه العراقي أو يعني يدخل مع أخيه العراقي في صراع. حديثي مع هؤلاء أنا لاحظت ملاحظة، وهي بالحقيقة أنا ربما أكون أحد الذين قد تم جرهم، أقول تم جرهم ولا أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء، إلى مثل هذا الفخ. هذا فخ كبير تلاحظ في قنوات فضائية، تجيب لك رجل محترم كبير له تاريخ وماضي في مقارعة الاستبداد، في مقارعة الدكتاتورية، في مقارعة نظام صدام الذي فعل كل الجرائم، كل أنواع الجرائم والموبقات فعلها صدام ونظامه وحزبه، ويجيبه ويجيبونه يا واحد يسمي نفسه ناشط وذاك يسمي نفسه تشريني، بغض النظر مع احترامي وكرر احترامي لكل متظاهر سلمي يؤمن بأنه يريد استخدام المظاهرات كوسيلة شرعية لإيجاد تغيير في حياته
وتغيير لصالح الآخرين. وطبعا أنت حريتك أيضا تتوقف عندما تبدأ حريات الآخرين. بس اللي جاي نشوفه، اللي جاي نشوفه، لا هنالك، وأنا هذا حكيت عنه سابقا في قناة الأيام الفضائية المحترمة في برنامج خارج الحدود عن موضوع هذا، نظام البذاءة. مو بس نظام البذاءة، نظام التفاهة، نشر التفاهات، نشر البذاءات، تقليل مستوى المقابلات. يعني بحجة أنه ذاك مواطن وأنت مواطن، يجيب لك واحد يسيء لك، يسيء لكل القيم، يستخدم كل أساليب الإساءة والبذاءة، وأنت عليك أن تسكت أو تتقبل وأن لا ترد وأن تشارك بحجة أنه والله هؤلاء لهم الحق أن يتحدثوا. وأنت إذن إذا قلت لا يا أخي، هذا الكلام فيه إسفاف، فيه تبسيط، فيه تغييب للقيم، يقول لك أنت تتكبر تتعالى. لا 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 لا، هذا أنا من هنا أوجه هذه الرسالة. أريد أن أقول، طبعا ستقول لي شنو علاقتها بالحلبوسية، أقول لك هنا القضية، ركزوا على الأمور الخطيرة الكبيرة. أنت روح ركز على، ما أقول لك مؤامرات، أقول مخطط من يسمون بسنة السلطة، ومن يسمون أيضا بأكراد السلطة، وتحديدا الأخوة في الحزب الديمقراطي الكردستاني. أكو مخطط، على الأقل جاي نشوف آثاره. البعرة تدل على البعير، آثار الأقدام تدل على المسير. احنا نشوف الآثار أمامنا، إطالة الأزمة، دائما الأزمة جاي الطول، يجي الحلبوسي ويستقيل وانت لا تترك الاستقالة، او يتناولوها بشكل عرضي ويتناولونها بباب فقط التحليل، الحلبوسي والله يريد يحصل على دعم وثقة البقية الذين لم يعطوهم أصواتهم عندما انتخب رئيسا، يعني جماعة التحالف الوطني، الحزب الاتحاد الوطني الكردستاني اللي دخلوا هسه فيما أصبح يعرف في ائتلاف إدارة الدولة. وانت ملتقي ايضا بهذا الصراعات، لا تقبل تطلع في قناة فيها احد من هؤلاء، اصلا ماكو داعي، ماكو داعي. روحوا انتوا اسحبوا النقاش للبحث حول لماذا يصرون على ايجاد الانقسام الشيعي العراقي. تعرفون ليش؟ وهذا انقله لكم من صحيفة اسمها اهرام انجليش. أهرام إنجليش هذه صحيفة مصرية تصدر عن مؤسسة الأهرام الكبيرة، حتى تشوف اللي ورا شو يشتغلون، حتى تشوف ذولي ذوي الطموحات عذرا على التعبير السنية، اللي يتحدثون ويقسمون لك العراق سني شيعي كردي، ترى الكردي هم سني بالمناسبة، انتبه جيدا. ورتبوا لك هذا نظام المحاصصة بهذا الشكل، وقش مروك والله، انت لك رئاسة مجلس الوزراء، ها مو رئاسة الوزراء، ترى اسمها مجلس الوزراء، يعني رئيس الوزراء هو يجب ان يتخذ قراراته باجماع او باغلبية عفوا الحاضرين في مجلس الوزراء، اللي بيهم وزراء سنة عرب وبيهم وزراء سنة اكراد، وتجي وتقول في وسائل اعلامك وبال وسائل التواصل الاجتماعي وفي المحادثات وفي المناظرات والله الشيعة هم يحكمون. هذا يقول الانقسام الشيعي العراقي يغذي الطموحات السنية. شو تحط لها الطيب؟ تعال انت شوف ليش الحلبوسي يثير استقالته هسه، ليش؟ وبالمكان واساسا عندما يرعون يا الجماعة ويحضرون يا في مجلس النواب وينتخبون رئيس الجمهورية، يعني قابلين به. بعدين هو مو الموضوع موضوع مكونات، هو مو موضوع ان والله الحلبوسي اصبح رئيسا للبرلمان لان المكون السني المشارك في العملية السياسية اختاره، والان الخلاف يجري حول رئيس الجمهورية لان المكون الكردي بعده لم يحسم امره. لا لا يضيعوكم بالفرعيات، الصمت لغة الله، هذا اللي اقصده هنا. اسكت عن الكثير من الأمور وروح ركز على الهدف. الهدف الأساسي اليوم المرحلي هو تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات
وإنهاء حكومة تصريف الأعمال الحالية. يا إخوان كل يوم يستمر وتستمر فيه حكومة تصريف الأعمال، يعني هذا المخطط مستمر، هذا المخطط مستمر لكي، لأن هم شو يقولون؟ يقولون السنة فقدوا قدرتهم على أن يصبحوا هم الحاكم الأول في العراق. مو منذ تأسيس الدولة العراقية عام 21 يعتبرون، حتى الأنظمة القبل كانت تعتبر، يعني حتى في الزمن العثماني وقبل العثماني يقولون، وهذا صحيح، يعتبرون أن الشيعة دائما مقموعين والشيعة ليس لهم دور مباشر في حكم أنفسهم، ودائما تعرفون هذه. فيقول لك الآن حتى نعيد العجلة إلى سابقها، نعيد المركبة، نحط العجلة أو المركبة على العجلة الصحيحة وعلى السكة الصحيحة، احنا لازم دائما نغذي هذا الانقسام الشيعي الشيعي. من اللي غذى الانقسام الشيعي الشيعي؟ ومن اللي أوجد هذا الاستقطاب؟ لو لم يذهب الحزب الديمقراطي الكردستاني وما أصبح يعرف بتحالف السيادة الذي أنتج في تركيا ويتحالف مع التيار الصدري، ما حصل هذا الانشقاق. مثل ما هم يقولون احنا استحقاق الرئيس ورئيس البرلمان له علاقة بالمكون، المفروض يقوم يابا روحوا اتفقوا، ومن تتفقون تعالوا لنا، مو لا انا اتفق مع جزء وبعدين اجي اقول للجزء الثاني لابو الاطار يابا تعال كمل لي النصاب حتى انتخب رئيس وانتخب رئيس وزراء وبعدين انفذ الاجندة التي تم الاتفاق عليها، وعلى رأسها حل الحشد الشعبي، نزع سلاح فصائل المقاومة، وطبعا جر العراق إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني بذرائع مختلفة. فأحبائي لا تلهيكم هذه الصراعات الجانبية، تعالوا ونضع دائما بيناتنا ونفكر شلون نضع خطة إعلامية، سياسة إعلامية جديدة رصينة، لنكون نحن في مقدمة الهجمات الإعلامية، مو نبقى بس احنا ردود أفعال يعني في باب الترجمات الرديئة، لا، لنتعلم لغة الصمت، والصمت لغة الله كما يقول جلال الدين الرومي.